احنا ولا اللي اكبر منا ولا السلطه نفسها اللي هي ضخ المي. ان كفايه للبلد ما في الموظف معه انه يضخ في اليوم 1000 متر مكعب مثلا، ممنوع الضخ 1000 متر الا 1000 متر. المستوطنه لازم تعطيها 10000 متر في اليوم. اربع شوي اربع، ايوه خلاص. من سالم؟ من حاج السالم. ايوه هاي المية المجاري، هذي هاي المية هذي ماشي. هاي معسكر سالم مبني على اراضي زبوبة. للاسف الشديد المجاري بتاعت معسكر سالم بتيجي على العيون السطحية لقرية زبوبة، وعددها 7 عيون، وهي مشكلة بتواجهنا. وعملنا فحص والفحص بين انها المي هاي ملوثة، بيشربوا منها. نعم لا ابعاد عن هون، هون لك ورا. السلام عليكم. عليكم السلام. عم بتعبي مي؟ بالعافية يا عمي. بس المي مش نظيفة. لا نظيفة. كيف نظيفة؟ تحت الفحص احسن من غيرها. احسن من غيرها يعني بدك تقول. هاي يعني نسبة التلوث فيها احسن من غيرها. وقد ايش بتبيعتك؟ شو 15 شيكل صاروا مجاريهم شخيخهم اللي يزحمون علينا. شو نعمل؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. تم كتير لما تصير ازمه كان 100 و120 ومره اشتريناه 170. بس تقدر تدفع انت هيك؟ هسه الوقت الحاضر سيء هسه عشان فيش في انتفاضه ومش شغل، وانت عارف الايدي العامله كلها واقفه وفيش يعني بالمره. في مشكله بتواجهنا الثانيه والرئيسيه، يوم يوم بيعملوا مناورات وتدريبات بعيد عن الدور ابو 200 متر. الليله هاي بجوز 3 ساعات وهم يعملوا مناورات، والشيء هذا بيزعج الاولاد وبيزعج الاهالي. الوكالة كانت توزع المياه لبعض النقاط. في السبعينات تقريبا صارت الناس توصل من هاي النقاط لبيوتها. تغيرت شبكة المخيم وصارت كل الناس رابطين لبيوتهم. حسب ما سمعنا في المستقبل بعد ما صارت مشاكل بيننا وبين البلدية، انه اللي كانت تدفع الفواتير هذه حق الإدارة المدنية في الضفة الغربية. بعد ما انتهت الإدارة المدنية في الضفة الغربية وصارت السلطة الفلسطينية، صار في مشاكل بدفع الفواتير. فاجت اللي هي الشركه المتعهده على المياه قطعت المياه على المخيم، ولانه فيش حدا بيدفع الفواتير عمال. لما قطعوا المي صار الناس تروح تعتدي على الخطوط تشرب مي توصل، هلا صارت مجموعه توصل لكل مجموعه لحال. يعني مجموعه تتفق مع بعضياتها شخصي ويربط الخط تبعتهم ويوصلوا على شارعهم. هلا الشارع الثاني ياخذ منه او الشارع الثاني يروح ياخذ من موقع ثاني. هذا خط من الخطوط اللي جاي من الشارع الرئيسي. بس انا مشبك بالكهرباء. بضمن لك 100% اذا وقت حصل ما بدا يهم ماي ملوث. هاي البيوت هي طلع مخزوره مش مهتم هيك، هلا هون تنزل لما تنزل المجاري تطلع هون، هلا هذا في عنده مطور بيسحب فيه المي بدخل على الضوء. هذا يعني هالظاهر، هلا في لما نفضنا تحت الارض بنعرف شو تحت. ما
برضو عندنا مشكلة ثانية في مخيم شفاط اللي هي المجاري العامة، إنه هاي شبكة قديمة جدا صارت غير صالحة للاستعمال، يعني بالنسبة للتزايد السكاني العمالة موجود عندنا في المخيم، وهذه كثير بنعاني منها مشكلة، إنه كثير بتصير في نوع من التسكير للخطوط هذه، وهي التسكير بيؤدي إلى أنها تطلع عن مستوى الخط تبعها وتصير بالشوارع. عبل ما نقدر احنا طبعا نيجي نفتح هاي الخط بده مده زمنيه، هون بصير لنا مشكله انه في خطوره انه هاي المياه توصل للخطوط اللي هم واصلينها بشكل غير قانوني وتشرب الناس مياه غير ملوثه واحنا ما عندناش خبر وتصير عندنا الكارثه، وخاصه في الشتاء اكثر من الصيف. لما بتشتي الدنيا المناهل هذه كلياتها بصير يطلع على الارض بتدخل عنا في البيوت. بالليل وبالنهار دائما الصوت زي ما انت شايفه، الريحه دائما يعني مسكر ابواب الشباب نبقى ناكل من الريحه بقكم. يا اجت الوكاله ما تقولش المسؤول، انا شفته من الوكاله اللي اجت البلديه عملت هذول. ليش انتوا تيجوا تعملوا قناه وتكسروا المجاري على الدور؟ لان المستوطنه هي قريبة علينا، شكوا عليهم المستوطنين اجوا عملوها، اجت الوكاله ردت بحش السن وفتحتها علينا. لا فتحتها السير اسمحي انا ولا فتحناها، سلكنا لانه نعالج المشكله في المي. تعالجوا مشكله، مش مشكله مي، هذا مجاري. طيب وين نروح فيها؟ احنا اللي فتحناها. انت فتحتوها، الوكاله فتحتها. انا كنت واقف يوم فتحتها الوكاله. فتحت القناه. فتحت القناه. المي تمشي. تذكر لو في معي مصاري لدشرة المخيم كله اطلع. ماذا عمكم ماذا؟ قاعدة. إذا سوق شاف شكونا؟ سموه. كن؟ كلا سن. الدوت. كم أغذية؟ أغذية مينا ميمون. هم لو يتانوا بياخد. دم بشكونا. دم بشكونا. مش تافين. هم يستوعبين. يا شيء قام مش تافين. ماذا مش تافين؟ ده أنشيم شعبدي شأزغيم لبيتخون إسرائيلي. أي ترى خم بيوت ماين؟ كيلو. لو غير شبيوف يلا. מאיפה? מהכפר, כי אין להם ניקוזים. אין להם ניקוזים, אז היה בעיות של ריחות לא נעימים. היה עכברים הרבה באזור. לנו הם בכלל לא מתייחסים, זה חלק שלא לא מעניין בכלל, מעדיפה שהם לא יהיו. למרות שפה הייתי מאוד אוהבת הבית וזה, אבל ראיתי את ה... שרציתי למכור, ראיתי את הבעיה. נשים התלהבו מהבית, היה לי בית מקסים, אבל שרציתי למכור ופתחו את החלון, הכל התבטא. אבל מה, אני לא רואה שום דבר שקשה להסתכל עליו. זה מביא איום. פתאום הם השתגעו ופתאום הם התחילו לעשות משהו. ומחרת אותו בסוף? כן, הצלחתי בסוף. كل اللي برجو فيه ست جيون تحت، ومتبادلة جيوز، اثنين شراكة مع فقيلي وواحد شراكة مع فلاني، الست خلف الجدار. الجدار بده يكون حدود ما طبعا نعيش مش بطلش على المي، اذا هم يستولوا على المي ويستولوا على الارض. نعم هذا مصدر ذكر غير الزراعه فيش في جيوس، شو هذا؟ اطلعوا يا ناس.